الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعود أيها الأحباب نتناول ما تبقى لنا من أحكام الصيام. يسأل إخوانا بعض الناس عن أحكام المسافر في نهار رمضان، هل له الفطر ليس له الفطر، ما هي المسافة التي يجوز من خلالها الفطر، هل يشترط وجود المشقة؟ أولا إخوانا، يشترط الفطر في السفر أن يكون هذا السفر يسمى عرفا سفر، على خلاف إخوانا شديد ما بين العلماء قديما وحديثا في تحديد المسافة. هناك من يقول من المسافة أقلها 81 كيلو متر، هناك من يوصلها إلى 100. والصحيح إخوانا أن هذه القضية قضية عرفية، فكل ما يسمى عرفا سفر يمكن أن يكون عذرا يباح به الإفطار، على أن الله قال وأن تصوموا خير لكم، عندما تحدث عن من به عذر من مرض أو سفر، بالأخير ختم الآية بأن من صام فذلك أفضل، والله تعالى أعلم. ويشترط إخوانا أن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء، فقد منع جمهور الفقهاء الإنسان من الإفطار قبل أن يغادر بلده، بل إن بعض العلماء اشترطوا أن يغادر البلد يعني قبل حلول الفجر، لكن على الأقل لا يفطر ما دام موجودا في بلده. وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من ذلك البلد. يشترط إخواننا أيضا أن لا يكون سفره بهدف المعصية، لأن الرخص كما يقول الأصوليون لا تناط بالمعاصي، يعني الأصل في الرخصة أنها شرعت للتخفيف على المسلم، على أن يكون سفره على الأقل مباحا، أما أن يكون سفره بقصد المعصية أو أن يسافر بقصد إسقاط الفرض عنه، وهذا ما يسمى بالسفر من أجل التحيل لإسقاط الصيام وأن يكون مفطرا، فهذا لا يجوز له أن يفطر. لا يشترط إخوانا على الراجح من أقوال العلماء أن يكون السفر سفر مشقة، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالقضية متعلقة بالسفر. أما المشقة فهذه المشقة إخوانا هي عبارة عن علة غير منضبطة، ويشترط في علة الحكم أن تكون واضحة وأن تكون منضبطة. يعني لما نقول غير منضبطة يعني المشقة تختلف من الصغير إلى الكبير، من الرجل إلى المرأة، وبالتالي لا تصلح أن تكون ضابطا. فالأصل أن من وجد عنده السفر بالشروط التي تحدثنا عنها وذكرناها فهذا يجوز له أن يفطر. كما قلت السفر اليوم في وقتنا الحاضر أصبح يعني ميسرا، وسائل التكييف فيه كثيرة، ولذلك الأفضل للمسافر أن يصوم إلا إذا أشفى على الهلاك، يعني إذا سافر وأشفى على الهلاك فهذا يجب عليه أن يفطر. أحد الصحابة يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، لتساؤلاتكم يمكنكم التواصل مع مركز الإفتاء التابع لقسم الدراسات الإسلامية في أكاديمية القاسمي عبر الهاتف رقم 0462-86631 أو عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة. نرجو الله سبحانه وتعالى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيئا.